لو انت من الناس اللي عايز تعيش سعيد وتبقى حياتك كلها سعادة فانت لازم تتفرج على الفيديو ده. شباب عاملين ايه؟ يا رب جروب خير. لو اول مره تشوفني انا كريم عيف بقدم محتوى لايف ستايل موتيفيشن سبيكر، ادخل كده خد لك لفه. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا ندخل على طول في موضوع الفيديو. لو انت عايز تعيش سعيد فانت في اربع نقط لازم تطبقهم في حياتك علشان فعلا تعيش سعيد. واول حاجه وهي اهمهم ان انت تطنش. لازم تطنش اي حاجه بتحصل حواليك، لازم تطنش اي حد بيضايقك، لازم تطنش اي حاجه بتحصل حواليك بتعكر مزاجك. بالبلدي كده زي ما بنقول كبر دماغك، هتلاقي نفسك الحاجات اللي انت بتضايق منها اقل والعصبية هتقل وكل حرفيا حاجة وحشة في حياتك هتقل. فكبر دماغك وطنش. تاني حاجة، سيبك من الناس، سيبك من انتقادات الناس، سيبك من رأي الناس، سيبك من كلام الناس، سيبك من الناس عموما. اللي يقول اي حاجة براحته، دي بتاعته هو. رأي الناس بالظبط هتحطه في الحتة اللي انت عايز تقولها دلوقتي، فانت رأيك حطه في سلة الزبالة. يعني للأدب، يعني للأدب حط رأيك في سلة الزبالة. شايفك يالا، شايفك يالا اللي كنت. احنا هنا يا باشا قناه تعليميه تربويه، فبنقولش احنا الكلام القليل ادب ده، فرايك حطه في الزباله. ثالث حاجه، اتعلم من غلطاتك القديمه، اتعلم من الغلطات اللي انت بتقع فيها. الغلطات اللي انت بتقع فيها دي هي اصلا مفتاح السعاده بتاعتك. لو انت غلطت كتير فانت هتعرف الصح اكتر، فهتمشي بتعليمك الغلط للصح ده، فانت هتبقى عارف الصح من الغلط، فهتعيش حياه سعيده. رابع حاجه وهي اهم حاجه، اختار اللي تزعل عشانه. اذا كان شخص، اذا كان وظيفه، اذا كان اي حد في حياتك، لازم تكون بتنقي الزعل على الشخص ده، مش اي حاجه تزعل عليها وخلاص. لا، نقي الزعل على الشخص او الحاجة اللي انت هتزعل عليها دي. لو انت طبقت الاربع حاجات دول هتلاقي نفسك بقت حياتك اسعد. ولو انت عايز بقى تعيش بقى فريش بقى وتشرب بقى كل يوم ايس كوفي ومشروبات غريبة انا بعملها، لازم تروح تتابعني على التيك توك بسرعة، لاني بعمل هناك يا صاحبي ما يعادل كده كريم في المطبخ. هتلاقي بعمل بقى ايس كوفي يا باشا ومشروبات غريبة. المشروب ده 7 جنيه بس، فانت عايز تروح تعرف تعمله ازاي، روح شوف على التيك توك بسرعة واعمل فولو واعمل حاجات حلوة كده كتير يعني. وبس كده، لو انت عايز تعيش سعيد طبق الاربع خطوات دول واعمل لي سبسكرايب لان هعيشك دايما سعادة. دوسة كوتش، سلام عليكم.